مرحبا من جديد بكل متابعينا. اكيد بتسألوا وين أصداء اليوم؟ احنا اليوم بمدينة جنين وبالتحديد قرية فقوعة. هناك استقبلنا المجلس. قبل لا ندخل على القرية لازم ناخد صورة تذكارية على باب المدخل. بعدها اتوجهنا لمبنى المجلس. هناك تم تعريف طاقم أصداء بقرية فقوعة. لما تحكي عن فقوعة أكيد لازم تذكر سوسنة فقوعة البنفسجية اللي صارت أحد رموز الوطن عام 2016. هون بتيجي أهم فقرة. صح، الغداء بضيافة الأستاذ مفيد جلغوم. بعد الغداء اتوجهنا لقرية الجلمة، وهناك استقبلنا المقدم أمجد فراحته مع كل أولاد الحارة. حكينا نبذة بسيطة عن القرية وعن معبر الجلمة اللي بيعد بوابة الشمال للداخل المحتل. أجمل ما في قرية الجلمة هو سيارة البوزة اللي كانت آخر محطاتنا. استنونا بمكان جديد وفيديو جديد.